طلع الـ components of the drive system. طبعا دائما لازم يكون عندنا actuator. الاكتويتر راح يكون روتري او لينيار، وعاده راح يكون الكتروماغنتيك، بس مش شرط انه يكون الكتروماغنتيك، عاده راح يكون الكتروماغنتيك. معظم الاكتويترز والمحركات اللي انتم درستوها الكتروماغنتيك، راح يكون دي سي موتور اي سي موتور، بس عاده راح يكون عندي الاكتويتر اللي هي احنا بلغتنا بنسميها موتور، بس الاكتويتر طبعا اعم من هيك. هلا راح يكون عندي هون الدرايف سيستم، مثلا راح يكون في اف في في دي سي، والفيربل فريكونسي درايف طبعا راح يجي هون سورس اوف الكتريكال باور. مصدر طاقة كهربائية. هلا هون إذا حبيت نرسم هذا الخط زي ما رسمنا، زي ما قلنا نرسم بالـ MSD، وهذا هون راح يكون فيزيكال. الكتريكال سورس، في غالب الاحيان راح يكون عندنا 3 فيز، لكن ممكن يكون عندنا كمان اوكي. ممكن يكون الالكتريكال سورس دي سي، ممكن يكون عندنا 3 فيز. العاده راح يكون عندنا هون ميكانيكال درايف، جير بوكس بعمل ماتشنج بالسبيد والتورك ما بين الاكتويتر واللود. هنا هون اللود اللي عم نتحكم فيه. هلا حيرجع عندي هون position feedback. هلا كثير من المودرن سيستمز بتكون PLC جزء من اللوب، بس
درايف عندي موجود درايف بس بي ال سي بيكون جزء من اللوب الموجود هون. هلا السيجنال بيطلع من البي ال سي سبيد ريكويست سيجنال، طبعا ممكن ما يكون في بي ال سي، ممكن مباشره ناخذ من الترانسديوسر الموجود هون سبيد ترانسديوسر او بوزيشن ترانسديوسر ونعمل فيدينج هون ويصير هون السيت فاليو السبيد اللي بدنا اياها موجوده في داخل الدرايف. هلا في عندنا دايل بريكنج، ما فجينا البريكنج، فراح يكون عندي ميكانيكال بريكنج هون. او هون عندي ميكانيكال بريكنج، يا بعمل بريكنج هون، ممكن اعمل بريكنج هون حسب المطلوب. زي ما حكينا الميكانيكال بريك ما بقدر اتخلص منه، مضطر اني احطه. في فوائد ليش احط الميكانيكال بريكنج هون، وفي ادفانتجز ليش احط الميكانيكال بريكنج هون. الالكتريكال بريكنج وين راح يصير؟ راح يصير عندي في نفس الجرب سبيد راح. هذا راح نسميه هون هاي سبيد شافت، هذا هون لو سبيد شافت. وطبعا الكنترولر مش شرط تكون بي ال سي، اي نوع من الكنترولر. هذه هون اكزامبل، يعني في سيستمز راح تكون الكنترولر جزء من اللوب، في سيستمز ما بتدخل الكنترولر في اللوب. هون عندي مباشره فيربل سبيد درايف باخذ من الشافت انكودر الموجود هون. انا اللي فرجيته هون كلوز لوب، في بعض سيستمز بتكون اوبن لوب، بس طبعا البرفورمانس الاحسن بجيبه اذا سكرنا اللوب واخذنا فيدباك.